مصطفى شلبي. نروح لإسلام بقى، تشكيلة الأهلي والزمالك من وجهة نظر إسلام علي. بص أتوقع كالعادة لو أنت بتسألني وجهة نظري ولا أنت نفسك إيه؟ وجهة نظرك ولا هو هيعمل إيه؟ ولا هيعمل إيه؟ أعتقد هو هيبدأ بصبحي، ولكن وجهة نظري يكون عواد. عارف الماتشات القمة دي لها الأبر هاند شوية، في مدربين بيختار اللعيب اللي هو ليه أبر هاند، اللي هو ما عندوش كوارث قبل كده في الماتش اللي زي ده. عواد، المسلوسي، وحسام عبد المجيد في الشمال، فتوح في اليمين، عمر جابر نص الملعب، اتوقع دونجا ووجهه نظري شحاته، تحول ليه شحاته، وقدامهم عبد الله السعيد، ناصر ماهر وزيزو وناصر منسي. ليه ناصر ماهر مش مصطفى شلبي؟ الراجل الفتره اللي فاتت بيقوم كتير جدا، بيعمل حاجه هنتكلم عليها في حالات، ان هو بيستخدم الاثنين الوينجات ان هم بيدخلوا قلب الملعب كتير عشان يعمل سويتش بينهم وبين الايه الباكات، فالباكات ياخدوا يعمل الباكات يوسع الملعب اكتر. فاعتقد ناصر ماهر هو هيكون هنا عشان ناصر ماهر ينزل كتير يستلم بين الخطوط، ومصطفى شلبي مش بيقدر يقوم بالدور ده، لان مصطفى شلبي من الوينجات اللي هي دايما بتحب تستلم في مساحه، ويحب يستلم دايما واحد على واحد وفتح الخط. طيب هتقول تشكيل الاهلي كمان عشان اسلام يتكلم على تشكيل الاهلي. هو نفس في نفس الصوره، هي نفس الصوره. نفس الصوره هيجيبوها لك حالا دلوقتي. قول لي كده اهو. هو انا التشكيل الاهلي توقعي الشخصي، الاختلاف هيبقى كوكا بالنسبه لي، مش عمرو السوليه، ان كوكا واحد من الناس اللي هي بيقدر يضغط بعرض الملعب كويس جدا، وده لازم يحد من قدرات لعيبه الزمالك، على عكس عمرو السوليه في الوقت الحالي. عمرو السوليه مش في التيمبو بتاعه، وعمرو السوليه بعيد شويه، فده التوقع بتاعي. ده توقعي مش توقعي، بس الرسمه دي ان كوكا ومروان عطيه يلعبوا مروان عطيه جنب بعض، ممكن يدي امام معاشور الحريه، يعني 4-2-3-1 مش 4-3-3. الراجل بيلعب على طول 4-3-3، ما بيغيرش بالظبط. تمام، انت كمان قال كهربا مش مودست. كهربا مش مودست، ده انا بقول وجهه نظري مش توقع. التوقع هيبقى مودست طبعا، كل الناس بتتكلم في النقطه دي. بالمناسبه انت قلت كام معلومه مودست.